أهلا بكم في درس جديد من دورة تعلم الفوتوشوب. سوف نتعلم في هذا الدرس الآلات الخاصة وخصائص معينة نقوم من خلالها بتحويل أي شيء نريده إلى مادة ذهبية. فإذا مثلا أردنا تطبيق ذلك على هذه الصورة فهو لدينا الشكل التالي، وسوف نرى كيف نستطيع تحقيق ذلك باستخدام الفوتوشوب. بداية عند الصورة الأساسية هنا نقوم بتصحيح الألوان وتصحيح الإضاءة بهذه الخيارات المتاحة، ومن ثم سوف نسعى إلى فصل الصورة عن الخلفية بهذه الأداة Selection، ومن ثم نقوم بتشكيل هذا الماسك. نقوم بالضغط على Ctrl-I لعكس المكان المحدود، نقوم بالضغط على Select and Mask وذلك للتخلص من هذه الحواف أو الزوائد إن وجدت. سوف نسعى الآن لتشكيل خلفية في الـ Background ونقوم بتشكيل Layer، ومن ثم نقوم بتلصيقها باللون الأبيض ونقوم بجعلها خلف الصورة. نقوم بإنشاء نسخة من هذه الصورة مع الماسك الخاص بها، ونقوم بإضافة خيار White and Black، ومن ثم عن طريق هذا الخيار نقوم بالتعديل على الألوان وذلك من أجل جعلها أقرب إلى خصائص المعادن. من ثم سوف نقوم بالذهاب إلى Blur ونقوم بتعيين Surface Blur وذلك من أجل تنعيم هذه البشرة وجعلها مناسبة وملائمة للتعبير عن المعادن، طبعا وذلك من خلال تحليل الصورة. مرة أخرى نقوم بالذهاب إلى هذه الفلاتر ونقول Noise، نقوم بـ Reduce Noise وأيضا من أجل التخلص من هذه المسامات وغيرها من الأمور الجلدية بهذا الشكل، وأيضا لا مانع من إضافة خصائص أخرى Dust and Scratches. والآن سوف نذهب ونقوم بإضافة Invert، نقوم بجعلها في المقدمة ووضع خيار Difference فتبدو بهذا الشكل. طبعا هي غامقة بعض الشيء ويجب علينا القيام بتفتيح الألوان، فنستطيع القيام بالذهاب إلى Level، وهنا إذا قمنا بالإضاءة جيدة ولكن بالنسبة للشعر فهي مضاءة بشكل كبير، لذلك سوف نقوم بإنشاء نسخة منها وبعدها نقوم بالحذف والإضافة كيفما نشاء. نقوم بدمج الصور المرادة وإنشاء نسخة من هذه الصورة، والآن سوف نقوم بإضافة Levels ونقوم بإضافة هذه التوهجات بهذا الشكل. طبعا سوف نسعى لجعل هذه الموكلات مطبقة على الخلفية واللاير المباشرة تحتها وذلك بالضغط على Alt ومن ثم نقوم بالضغط عليه. نقوم بالدمج ومن ثم نقوم بحذف هذه المكونات المتوهجة كثيرة بهذا الشكل، ومن ثم نقوم بدمج الصورتين مع بعضهما. ونقوم الآن بالذهاب إلى فلتر وإضافة بلاستيك راب وذلك من أجل إضافة هذا اللمعان فتبدو بهذا الشكل. الآن نذهب ونقوم بإضافة هيو أند ساتوريشن ونقوم بجعلها كولورايز وإضافة اللون الذهبي بهذا الشكل. فبهذه الطريقة قمنا بدءا من الصورة الأساسية والتي كانت أنا نقوم أولا بدمج الصور ونقوم بالتخلص من الماسك. كانت الصورة بهذا الشكل وأصبحت بهذا الشكل. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم. أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم وألقاكم في الدرس القادم. سلام.